صباح الخير للفان ديال هويام. غادي نصايب، انا شعلت الفران، غادي نصايب واحد البسبوسه، وغادي نصايب واحد العصير بخيزو والليمون، يعني اللي تشين. بقاو معايا. اول حاجه غناخذوا هذا البانيو هذا، وهنايا غادي نحلوا هذا السطل، وناخذوا شي شويه ديال السميده البنات، ناخذ شويه السميده. ايوا البنات صافي درنا السميده. غادي نحتاج هاد الخماره هذه، وغنحتاج الحليب. غادي ندير الحليب وخماره والملحه وشويه السكر. بقى معايا. غندير جوج خمارات، وغندير مليحه وشويه السكر، وغادي غادي نحرك بالحليب. صافي خليه ينعس. ندير الخماره، سكتي شويه الملحه والسكر، وغندير عليه الحليب شويه الحليب، ونحركه جيدا. طبيعه الحال الزيت، وغادي نحركو هاد الخليط. بقاو معايا حيت يد كتصور ويد. بقاو معايا تنحرك الخليط. قبل ما نحرك غندير الفاني. وغادي نحرك مزيان، غادي نحرك البنات مزيان، وعاد غندير واحد الدانون حتى هو ونزيدو. انا البنات زدتو بدانوب، ما عنديش دانون درت دانوب. صافي غادي نحركو الخليط شي، نبقى نحرك نحرك. بقاو معايا. غندهن واحد اللاطه بالزبده وشويه الطحين. صافي غادي ندخلها الفران. دهنت اللاطه بالزيت، دابا غندهنها بالطحين. عاد نخوي الخليط. دهنا اللاطه بالطحين، غنديرو هذا. ايوا البنات زوقتها بشويه ديال الزبيب. صافي غندخلها الفران. ايوا البنات الزبيب راه عرفتي شنو هو، الزبيب تنفخ وتحرق ليا، ولكن ماشي مشكل. ها نتوما هذه هي البسبوسه، راه غادي نقطعها قدامكم، وغنديرها فشي. ولكن قبل ما نقطع البسبوسه بلاتي، ها نتوما البسبوسه حطيتها فوق الفران، راها طابت. ها هي البنات كي جاتكم، صراحه جات زوينه واللون ديالها زوين. انا غنقطعها معاكم وغنديروها في الطبسيل. قبل ما نقطعها غنصايب واحد العصير. عندي هنايا ربعه الليمونات، مندارين، وعندي خيزو، ولكن ما غنكثرش الخيزو، غندير غير جوج خيزوات. انا غناكل، انا غادي نشرب العصير. وانا نقيت الخيزو بزاف، علاش؟ باش النص نطيبوه في الغداء والنص غنفطر به. غندير جوج خيزوات وربعه الليمونات، وغنصايب واحد العصير ليا. وبالنسبه لولادي وانطونيو غادي ندير لهم واحد البراد ديال اتاي، وياكلوهم مع هاد البسبوسه، وتا انا غناكلها معاهم. بقاو معايا البنات، فطور بسيط. شوفوا انا غندهنها بالعسل البنات، بقاو معايا تتشوفوني حيت يد كتصور ويد غادي ندهنها بالعسل. شوفوا غنصايب العسل والحامض، وغنديرو بحال السيرو، وغادي نسقي هادي. هانتوما ها هو الحامض، درتو هنايا، دابا غندير العسل، غيعطيني واحد السيرو وغنسقيه بها. ايوا البنات انا راه سقيتها بالعسل مع الحامض، ودابا عندي هنايا الليمون، وعندي واحد الخيزو. سكتي. غادي نصايب عصير بالليمون والخيزو.
البنات راني صايبت، ها هي صايبتها البسبوسه وغادي نشربها مع العصير، وولادي غادي يشربوا اتاي وغياكلوا مع هادي. دابا نشرب العصير ديال الخيزو، هذا هو الفطور يا البنات. قولي راين راه هو اللي طيب اتاي البنات. اي لا ها هو دابا طعم نعناع خايب شي برد. ضروري احكي تجي تعجنا طنجة وكاز اتاي مراكشي سخون ياك البنات. انا غادي نشرب الدواء ديالي